ما يعطيكم العافية وسلام للجميع. في تلخيص لمسلسل بلاك ميرور، احنا في السيزن الرابع الحلقة الثانية اسمها ارك انجل. طبعا هاي الحلقة بشكل عام بتحكي عن شغلة انا متوقع انها رح تصير في المستقبل. هاي السيدة بتولد عندها طفلة بتكون خايفة عليها كتير، فبتحط زي تشيب صغير داخل دماغها، وعن طريق زي جهاز ايباد تستطيع هاي المرأة او الام انها تشوف شو عم بتشوف بنتها. بتقدر انها ايها بسهلة جدا حطوها، بتقدر انها تتحكم في مشاعرها، تقدر انها تلغي الشغلات اللي المؤذية لها، مثلا تشوف فيلم مش كويس او تشوف كلب بعوي مثلا. فهذا هو الارك انجلز، زي ما انتم شايفين تقدر تسمع الاصوات اللي بسمعها ابنك. فانت يعني عباره عن انت داخل دماغه بتشوف اللي بشوفه، بتقدر تتحكم كمان في دماغه، بتقدر تحدد اللوكيشن، بتقدر تشوف شو الحاله النفسيه تبعته، اذا مرتفع عنده الهرمونات، هرمونات الخوف او هرمونات السعاده، نبضات القلب، البلاد بريشر، الجلوكوز، شو اسمه الدهون في الجسم. بتقدر تشوف يعني حاله ابنك كامله عن طريق هذا الايباد. طبعا في البدايه القصه حلوه، يعني شيء جميل ان احنا نقدر نساعد اولادنا، هيهم تطلع بتشوف شو هي بتشوف. المهم القصه بتصير اكثر لما البنت بتكبر، البنت بتكبر بتصير مراهقه، بتصير بدها البرايفسي تبعتها، حياتها الخاصه. فبتلاحظ انه هي بتشوف الشغلات والاولاد صفها بيشوفوها، فبتقول لها امها انا حطالك هذا تشيب. بنت تطلب من امها في بعدين في الحلقه انه طبعا هي في بدايه الحلقه انه بنتها بتضيع، فهي بتخاف عليها فبتروح على هاي الشركه. طبعا هون بهاي القصه هون مثلا الاب او ابو الام، هذا الجد تبع الطفله، بصير معها هارت اتاك، بس لانه الام شايفه الحاله وصار عند البنت زي رعب، فبيعمل الارم عند الام في الشغل، فبتقدر تطلب ال 911 وبينقذوا الجد. فيعني في له شغلات كويسه. لكن البنت طبعا بعد فتره زي ما انت شايف هون الدم مش شايفاه، هي كبرت شويه مش شايف الدم لانه هي امها حاجبه عنها الشغلات هاي، والبنت مش عارفه شو هي الشغلات هاي. فبعد فترة بتصير البنت بتكره هاي الشغلة، فالأم بتقرر إنها تبعد هذا الجهاز وتبطل تستخدمه. البنت بصير تطلع وتيجي وتروح وبتتعرف على شباب، بتتعرف على واحد مروج مخدرات، فبتصير تتعاطى، بتصير تنام معاه. الأم طبعا بتشعر إنه بنتها عم تتأخر على البيت، صار في مشاكل، تفتح الجهاز بتشوف بنتها بتسوي هاي الشغلات. بتروح طبعا ما بتحكي مع بنتها، بتحكي مع الشاب هذا، بتقول له اذا بتكمل علاقتك مع بنتي انا ببلغ الشرطه، ومعاي انا ايفيدنس او وثائق، وهذا الفيديو ببين. هون لما رجعت الام تستخدمه، طبعا البنت بعدين في النهايه بتعرف انه امها عم بتسوي، رجعت تستخدم الجهاز، وزي ما انتم شايفين هون بيستخدموا المخدرات. المهم البنت بتروح بتعصب، وبتصير مع امها حاله عصبيه، فبتمسك الجهاز بتصير تضربه براس امها وبتقضي على امها. طبعا ما بتموت امها لكن بتنجرح، والبنت بتهرب من البيت. فالقصه يعني هاي هون لما بتضرب امها وبتهرب طبعا، وبتضل الام لحالها لانه الجهاز تدمر، فمش عارفه هي تقدر تحصل على البنت او ترجع البنت. فالقصه يعني في البدايه بتشعر اوه والله اشي جيد، اشي ممتاز، بس هل انت مستعد تخلي حدا يعمل لك كنترول؟ هل مستعد حتى لما انت ابنك هذا او ابوك او امك؟ سؤال مهم، يعني هل انه ممكن يشاهدوا كل شيء؟ اما هل انت عند اولادك في برايفسي خاصه لهم؟ هذا سؤال طبعا كثير ديبيتبل، يمكن الاولاد هم صغار يوافقوا على شيء زي هيك، او حتى يمكن هم مش عارفين يوافقوا او ما يوافقوا، بس
لما يكبروا اكيد بقول لك انا عندي حياتي الخاصه، انا بدي اطلع مع اصحابي، انا بدي انبسط حتى لو ما بسوي اي شيء غلط. لكن السؤال، هل هذا ايثيكال ولا لا؟ نراكم في الحلقه القادمه. اذا ما حضرتوا الحلقات الراحت والحلقات الجايه احضروها واعملوا سبسكرايب للقناه، ونراكم ان شاء الله. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة، تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. من فضلك فعل الجرس ليصلك كل